شارعنا حيث لا معنى للهدوء. هما فاكرين الكلمة دي شتيمة أساسا. أنا مشكلتي مع الشارع بتبتدي من أول ما بصحى من النوم، عشان هما اللي بيصحوني من النوم أساسا. يومي لازم يبتدي مع عمو بتاع النعناع. النعناع الطازة. ليه نعناع طازة الساعة 6 الصبح؟ ليه؟ جايب الغيط هتقطفه تحت البلكونة عندي وبعدين ما يناديش دقيقتين ويمشي؟ لا لا لا، إزاي؟ أنا لازم أبيع فدانين النعناع اللي حلتي عند بلكونة محمد تحت. هنعيش اقتصاد النعناع عند محمد هنا، وبعدين دقيقتين ويجي له بقى صاحبه. أوروبا بيكيا، بنشتري كل حاجة. يلا قومولي بقى الساعة 7 الصبح هنبيعكوا بيوتكوا كلكوا. يلا يلا يا ام محمد اصحي، هاتي السرير بمحمد اللي عليه، هنشتريهم الاثنين، بنشتري كل حاجة. الله، المهم يا بدرك ان خلاص اللي نام نام ولازم نصحى دلوقتي. دايما في ست كده ما شاء الله بتركب مع راجل التوك توك من المريخ وبتسيب كوكب الارض كله وتروح جايباه عند البلكونة عندي وتتخانق معاه بقى. ده كله عشان رفع 2 جنيه في الأجرة. والشارع مش يسكت بقى، مش ندي الراجل 2 جنيه ونلم الموضوع ونمشي؟ لا، ازاي نودي وشنا منين من حقوق المرأة؟ ستات الشارع تروح جايه كلها غسل الراجل، قاعده تشتمه طول اليوم، والرجاله تيجي بقى توجب هي كمان، تقلب له التوك توك واحنا قاعدين نتفرج. الشارع كله فيمينست، الفيمينيزم فرحانه مننا قوي يا شباب. ولو مستغربين من رد فعل الناس عندنا في الشارع من الخناقات، فهو بالنسبه لهم الخناقات دي حدث مهم جدا، لدرجه ان هم بس يسمعوا ان في خناقه في الشارع كل اللي كان فيه دي حاجه بيجي يكملها في البلكونه. في ست خارجه بمعلقه الطبيخ معانا، في راجل خرجوه من الحمام جاي من غير ما يتشطف، لو طال كان يجيب القعده يخش بيها البلكونه يتفرج على الخناقه كان عمل كده. انا ساعه الخناقات دي بشوف شويه ملابس داخليه في البلكونات انا ما كنتش اتخيل ان في حد بيصنعها. انا مشكلتي ان كل مره الخناقه تهدى وخلاص الناس ماشيه، تلاقي واحد منزلينه من على السرير ما لحقش يصحى من النوم اساسا، نازل بالفانله والبوكسر وحافي هيمان على وجهه مش فاهم فيه ايه، بس هو كل اللي عليه مين اللي زعل الواد اللوطه. ايه الاسم ده حضرتك؟ ملاحظ الاسم؟ في حد يبقى اسمه كده ومش هيبقى زعلان؟ ما تلاقيه ماشي طول اليوم في الشارع الناس بتناديه كده فبيتخانق مع دبان وشه، هو محتاج حد يزعله؟ الاسم لوحده فيه ايه؟ الله، ويروح بقى بادئ الخناقه تاني. بس غريبه المشكله الاكبر بقى ان هما دايما بيحبوا يحسسوني ان في عزوه، ان احنا حواليك في كل حاجه وهنشاركك حياتك، وانا ما طلبتش ده، بس لا 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 تعالى افتح يلا ميتنج يلا، ولا خش اونلاين وتعالى بس افتح المايك وقول انا موجود، ولا قول رايك في حاجه، في واحد في الشارع يا ابن بس خلاص الميتنج باظ. اقنع بقى الناس اللي انت ما شتمتش، وما شاء الله بينقوا اسوأ الشتايم اللي في الكتالوج. ما ينفعش يا كلب يا حمار، لا لا لا، لازم نقدم لك احسن خدمه عندنا، ده انت حبيبنا، ده حتى العربيات والموتوسيكلات لازم تيجي 128 فاكره نفسها عربيه فورمولا 1 ومعدله كل حاجه ما فيهاش غير الهيكل وخرمه الشكمان وجايه بقى. ايه يا بابا ماشي على مضمار الطيارات؟ والمشكله اللي انا بتكلم في التليفون والتليفون بيغير الاصوات، والراجل الناحيه الثانيه يقول لي شوفيتم يا هندسه. ايه ده، ايه شوفيتم دي؟ انت فاكر ان دي انا بومب عملتها؟ ازاي حضرتك مركز في قوه وماجنتيود الصوت؟ حضرتك انا لو عملت واحده من دي هتفرتك، جهاز الفسيولوجي مش هيستحمل، واحده من دي هتطير في الفضاء، ههرب من جاذبيه الارض، مش هبقى معاكوا اساسا. فايه شوفيتم دي؟ انت بتهزر؟ لا لا لا، انت مكسوف مننا هندسه ولا ايه؟ يا دي النيله السوداء يا دي الفضيحه. المشكله ان هم كمان بيشاركوني حياتهم مشاكلهم في الحياه، يعني استاذ محمود اللي ساكن في شبرا وجاي يتخانق مع اهل مراته تحت البلكونه عندي، حضرتك ممكن توطي الصوت شويه؟ وبعدين لو سمحت يعني في حد يتخانق مع اهل مراته عشان مراته ما نشرتلوش البوكسرات الاسبوع ده؟ يعني ناسلها الجوازه كلها وجاي ماسك في الاسبوع ده؟ وبعدين فيها ايه يعني اللي فلنتين من فلنتك بقت وبامبا؟ عملت تقول لابوها في التليفون انا خلاص ما بقتش طايق الجوازه دي، انا خلاص مش مستحمل، انا مش عايزها تاني، ايه هبوظ الجوازه عشان فلنتين وبوكسر؟ كلمني اكلم لك حد من الكوتونيل ولا دايس يرعى لك الجوازه دي؟ ده ايه ده؟ وابوها عمال يرد عليك في التليفون، انا مش فاهم هو مستحمل ازاي اصلا الهبل اللي انت بتقوله ده، راجل غريب. تعالى بقى ننزل الشارع. انا يا جدعان بس انزل في الشارع من الوصله اللي انا جاي فيها، واجي اتمشى في الشارع شويه. الشارع؟ انا اسف، انا بتمشى في القهوه. القهوه واخده كل الارصفه اللي تتخيلها، وتيجي تعدي وسطهم يروح باصص لك كده اللي هو معلش قطعت عليكم خلوتكم، دخلت عليكم الحمام اللي انتوا قاعدين فيه، في ايه يا ابني؟ بتبص لي البصه دي ليه؟ همشي فين يعني؟ هتنكر في موتوسيكل وامشي على الاسفلت؟ ما همشي على الرصيف طبيعي يعني، باصص لي كده ليه؟ وبعدين ما يسيبونيش اعدي من القهوه عادي كده، لا ازاي؟ لازم ترحيب العروسه، لازم واحد يروح شادد النفس من الشيشه ايه السموك بتاع الستيج؟ هانجش واحده وامشي بقى وسطكم دين 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 دين. الزفه بتهف قوي كده ليه؟ والمشكله ان اللي قاعدين على القهوه دول مش بني ادمين عاديين، لا دول اجهزه تتبع شنط، انا بس اجيب حاجه من بره وما شاء الله كلهم بيقلبوا سوبرمان، عينهم بتخترق الشنط اللي معايا. ايه ده هو جايب ايه؟ بيجيبوا تاريخ المنتج اللي في الشنطه، مصنوع في بلد ايه، مكوناته ايه، واللي هو تعالى يا اسطى ازاي ما جبلناش من الحاجات دي معاك. بعدين يخلص بقى بصيته يروح باصص لك كده
ايه لقيت خمره في الشنطه جايبها من فلوسك؟ ما ايه البصه دي؟ المهم ان هم لقوا نفسهم مش مكتفيين باللي بيحصل، يعني خلاص اصوات في الشارع واستحملنا، فتعال بقى نخش له العماره. احنا عندنا تحت في مدخل العماره كده زي بنش، فما شاء الله الناس فاكراه كرسي اعترافي للمعذبين في الارض. اي واحده متخانقه مع جوزها تروح جايبه صاحبتها وقاعدين عندنا على البنش ده وقاعده بقى تشتكي لها. ومش 5 دقايق 10 دقايق، لا انا في مره رحت الشغل الساعه 7 رجعت الساعه 6 بالليل لقيتهم لسه قاعدين. ده احنا لو لازقينكم بامير هنا مش هتقعدوا كده، ده لو العماره كلها قاعده بتضيفكم من الصبح وبتجيب لكم محشي وورق عنب مش هتقعدوا القعده دي. ايه الراحه دي؟ مش فاهم انا. وبعدين يبصوا لي كده وانا داخل بصه غريبه، ايه حضرتك وانت داخله كانوا قايلين لك ان العماره دي مسكونه يا عفاريت؟ مش متوقع ان فيها بني ادمين ساكنه يعني؟ وانت داخله لقيتي يافطه كافيه المعذبين على الارض محكمه الاسره؟ حضرتك داخل عمارتي بتبصي لي كده ليه؟ من كتر ما الموضوع ده اتكرر انا فكرت خلاص، ما طب ما نعمل بقى كافيتيريا تحت وعصير وكده ونعمل مينيمم تشارج، واللي متخانقه مع جوزها تيجي تدفع لنا 100 جنيه بقى، ما يعني اي حاجه نستفاد بيها. بس غريبه انت دلوقتي بتقول لي خلاص اقفل الشبابيك واقفل باب العماره ومحدش هيعرف. اه طب طبعا اكيد، ما هما فتحوا عياده عندنا تحت في العماره. وما ادراك يعني ايه عياده عندك في العماره اساسا؟ يعني خلاص هي ما بقتش عمارتكم، تعال احنا جايين معاكم. اللي رايح واللي جاي اللي نفسه يخش يشوف العماره عندنا جوه داخل، ومش هتقدر تسال حد هيقول لك رايح للدكتور، خلاص خلصت. المشكله بقى ان العياده دي انت مهما اديتهم من مساحة اديهم بقى 500 متر اديهم الدور كله العيانين يقتنعوا؟ لا ازاي انا هطلع اقف على السلم اصل طراوة من غير ولا شباك؟ بس لا هواء احسن من العيادة جوه اكيد طبعا. ولا هون لازم اطلع اشرب سيجارة جوه؟ ما انا هقلب لكم السلم ده مدخان الكبابجي بس بريحة السجاير يعني بدل ريحة الفحم بنجدد. وبعدين ايه يروح قاعدين كلهم كده مترصصين على الستبس، واجي معدي بقى ما بيتحركوش بيبصوا لي. اه هقلبها اقروبات بقى هعدي عليكم بفخادي من فوق. ما وسعوا لي طيب. وبعدين افضل متنح لهم كده اللي هو حضرتك تعديني ولا لا؟ يقول لك اذا انت ساكن فوق؟ ما كنتش متخيلها. الدكتور كان مفهمك ان هو مأجر العماره دي كلها مستشفى متنكره في شكل عماره هربانين من الضرايب؟ ما تعديني يا اسطى. بس غريب قولوا لي بقى بتعانوا من ايه في الشارع بتاعكم؟ ما تنسوش تعملوا منشن لاصحابكم اللي بتسمعوا اصوات غريبه وانتوا بتكلموهم في التليفون، ده الشارع بتاعهم مش هم. كان معاكم محمد احمد او زيزو، سلام. بنشتري زيت الطعام المستعمل الكيلو ب 17 جنيه 22 23 حتى ده بيغلى زيت غريب.